وزير الخارجية لا أحد فوق القانون، وسنعتقل بوتين إذا دخل النمسا. منظمة SOS بالكان روتا تصف معتقل للاجئين في البوسنة بجوانتانامو النمسا. المحكمة الدستورية تعيد النظر في الدعم الاجتماعي للشباب. النمسا تتصدر قائمة الدول الأوروبية في نقص العمالة. شركة إيكوفلاي تبني أكبر مصنع لتربية الحشرات في النمسا. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم، وبمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد نتقدم بأجمل التهاني لمسيحي الشرق. أكد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتم اعتقاله إذا دخل النمسا. وأكدت متحدثة باسم الوزير على ضرورة التحقيق في جميع الجرائم وإلزامية تنفيذ أوامر القبض الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية. وقالت وزيرة العدل ألما زاديتش في وقت سابق أنه على الرغم من رفض المجر تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية ضد بوتين فإنها ملزمة بها بموجب قانون المحكمة الجنائية الدولية التي تتعاقد عليها الدول الموقعة عليها بما في ذلك المجر. هاجمت منظمة SOS بالكان روتا النمسا بأن هناك لاجئين يتم إيوائهم في معتقل غير قانوني يشبه غوانتانامو بتمويل نمساوي في البوسنة. وأشار المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة إلى أنه هو المركز المسؤول عن البناء والمدعوم من 19 دولة، ومع ذلك نفى ممثل الاتحاد الأوروبي ومكتب الهجرة البوسني ورئيس بلدية بيهتاش هذه المزاعم. وأعلنت متحدثة باسم الهجرة عن حزب الخضر النمساوي عن إرسال بعثة للتحقيق في المسألة ومتابعة محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات حقوقية. تدرس المحكمة الدستورية في النمسا تحديد الدعم الاجتماعي الأدنى للشباب، حيث يتلقى الأشخاص دون سن 25 وبدون تعليم أو عمل فقط 75% من المستوى الرسمي. وقدمت جمعية فتريت تونغنيتس قضية شابة تعاني من إعاقة عقلية للتأكيد على صعوبة الحصول على عمل في سوق العمل، فيما توفر الحكومة النمساوية دعما كبيرا للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في شقق مشتركة بدلا من الحصول على الدعم كفرد منفرد. ذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية أن النمسا تعاني من نقص حاد في العمالة أكثر من أي دولة أوروبية أخرى، حيث بلغت النسبة 5.4% للوظائف الشاغرة. وتشكو الشركات في النمسا من صعوبة إيجاد العمالة، وتتصدر قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والضيافة القائمة. ويرجع سبب النقص في القوى العاملة إلى عدة عوامل، من بينها تراجع معدل العمل بدوام كامل وارتفاع نسبة العمل بدوام جزئي، بالإضافة إلى خروج العديد من سوق العمل بسبب التقاعد، فيما تحتل بلجيكا والتشيك المركز الثاني والثالث في نسبة العجز. أعلنت شركة إيكوفلاي النمساوية عن بناء أكبر مصنع لتربية الحشرات في النمسا العليا بتكلفة 6 ملايين يورو. وأوضحت الشركة أن ذلك لإنتاج مصادر بروتينية عالية الجودة لصناعة الأعلاف، ولتحقيق تأثير بيئي أقل من مصادر البروتين الأخرى. وسيتم إنتاج يرقات الذباب على مساحة إنتاجية 3600 متر مربعا بدءا من نهاية عام
2023، وتعاونت الشركة مع شركة بورا لتحويل الإنتاج إلى دقيق ودهن للحشرات، وتنتج شركة إيكوفلاي ما يصل إلى 2400 طن سنوياً من يرقات الذباب. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بتعليقاتكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.